بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الزراعية مجال الإنتاج الحيواني والداجني الصف الثاني، أهلا ومرحبا بكم في فرع تربية الحيوان اللي هو مادة حيوانات اللبن. حيوانات اللبن احنا كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن تركيب الضرع، شفنا تركيب الضرع الشكل الخارجي للضرع، التركيب الداخلي والتركيب اللي هو الخارجي بالنسبة للضرع. كنا وقفنا في الحلقة الماضية عن عملية در اللبن وإفراز اللبن، لأن احنا النهاردة إن شاء الله في الحلقة دي احنا سوف نتحدث عن عملية الحلب والعناية باللبن. أشوف اللبن ده جاي من أنا حتة، في ثلاث حاجات مشتركين بالنسبة للبن اللي هو ما يطلع بره عندي، أو اللي أنا بقى أتغذى على هذا اللبن، عندي الحيوان، عندي الحلاب، عندي الأدوات. طيب عملية در اللبن وعملية إفراز اللبن، يعني إيه إفراز اللبن بالنسبة للضرع؟ إفراز اللبن بالنسبة في داخل ضرع الحيوان دي عملية فسيولوجية لا يتحكم فيها الحيوان. بمعنى إيه؟ أنا النهاردة جيت قعدت تحت الحيوان عشان أبدأ أعمل عملية الحلب لهذا الحيوان. قبل هذه العملية بيكون في تم إفراز اللبن داخل الضرع اللي احنا تعرفنا عليه، وضرع الحيوانات الثديية بالنسبة للأبقار أو الجاموس بيكون عبارة عن أربع حلمات. فعملية در اللبن أو عملية إفراز اللبن دي عملية فسيولوجية لا يتحكم فيها هذا الحيوان. لو جينا شفنا مع بعض في الصورة هنا عملية الدر، إيه اللي بيحصل عندي بالنسبة للحيوان؟ أنا أما أجي أمسك الحلمة بتاع الحيوان عشان أقوم بعملية الحلب، بلاقي إن بيحصل تنبيه للحبل الشوكي، ثم بيرسل نبضات عصبية إلى المخ، يقوم المخ بعد ذلك بإرسال إشارات عصبية وإفراز طبعا من خلال الغدة النخامية، بيقوم بإفراز هرمون الأكسيتوسين. يبقى إذن هنا هرمون اللي هو الأكسيتوسين هو المسؤول عن عملية إفراز اللبن. طيب فيه هرمون تاني عكس هرمون الأكسيتوسين وهو هرمون الإدرينالين. هرمون الإدرينالين لو حصل إزعاج لهذا الحيوان أثناء عملية الحلب بيتم إفراز هرمون الإدرينالين اللي هو بيمنع نزول اللبن أو خروج اللبن من داخل ضرع الحيوان إلى خارج ضرع الحيوان. فعملية الإفراز هنا أو عملية الحلب بيتوقف عليها اتنين، در اللبن ثم إفراز اللبن. تحدثنا قلنا عملية اللي هي الإفراز عملية فسيولوجية، الخلايا الطلائية بتقوم بتجميع اللبن داخل ضرع الحيوان حتى يمتلئ الضرع باللبن. أما عملية در اللبن هي حركة انتقال اللبن من داخل ضرع الحيوان إلى خارج ضرع الحيوان، وبتتم عن طريق عملية الحلب. وما جه هنا أقول عملية الحلب، في عندي نوعين من الحلب، في عندي الحلب اليدوي ثم الحلب الآلي. احنا قلنا بيرسل عن طريق تأثير عصبي هرموني بيرسل إشارات عصبية إلى المخ من خلال الغدة النخامية، الغدة النخامية بتفرز هرمون الأكسيتوسين. يبقى هرمون الأكسيتوسين اللي هو من خلال الدم بيتم إفرازه في داخل ضرع الحيوان، ثم بعد ذلك بتبدأ أو تحدث عملية در للبن. طرق الحلب عندي هنا، أنا مازلت في در اللبن، خلاص احنا اللبن تم تجميعه داخل الضرع، أنا عايز أخرج اللبن من داخل ضرع الحيوان إلى خارج ضرع الحيوان عن طريق عملية الحلب، سواء كان حلب يدوي أو الحلب الآلي. تعال نشوف مع بعض عندنا هنا الحلب اليدوي بالنسبة للحيوان. أما أجي أعمل الحلب اليدوي بالنسبة للحيوان أو طريقة الأداء، لازم الحلاب إن هو يجلس على كرسي الحلابة متجها بنحو الضرع بوجهه وفي نفس الوقت نحو مؤخرة الحيوان. تاني نقطة، بيمسك الحلمة بتاع الحيوان عند اتصالها باليد وعن طريق الإبهام ثم السبابة، ويضغط بالإبهام والسبابة بالتوالي على جدار الحلمة عشان ينقل اللبن من داخل الضرع الحيوان إلى داخل تجويف الحلمة ثم إلى خارج الحلمة عن طريق عملية الانقباض والانبساط بالنسبة لحلمات ضرع الحيوان. فطرق الحلب اليدوي، هل الحلب اليدوي له طرق؟ يعني إذا داخل عملية الحلب اليدوي أو نظام الحلب اليدوي في طرق،
بستخدمها. طب انا لو عندي الحلمات صغيره استخدم الحلب القبضي ولا استخدم الحلب النسالي ولا استخدم طريقه العقد بالنسبه للعقد على الحلمه؟ بستخدم الحلب النسالي في حاله الحيوانات لما يكون الابقار لسه بكريه او الحيوان لسه بكري، فبتلاقي الحلمات صغيره، فبستخدم السبابه ثم الابهام وبقبض على منطقه اتصال الحلمه مع الضرع عشان يتيسر نزول اللبن من داخل الضرع الى داخل تجويف الحلمه ثم يخرج الى خارج الحلمه. يبقى عندي عمليه الحلب بكامل راحه اليد. هذه الطريقه بتكون نموذجيه بالنسبه للحيوان، انما بضغط بكامل قبضه اليد على اجزاء الحلم. الطريقه دي بتضبط ضغط عالي من على الجزء العلوي من الحلمه، مما بيسبب مع الوقت ضررا بالنسيج المخاطي للحلمه. معنى ذلك ايه؟ انت بتقعد تمسك هذا الحلمه وتقعد تعصر بز الحيوان او حلمه الحيوان باستمرار، فبيحدث تهتك للنسيج الضام بالنسبه للحلمه. بعد ذلك الحلمه دي ممكن تطول، وفي النهايه خالص طبعا بعد عمليه الحلب وما يوصل الحيوان لمرحله اللي هي الجفاف، ودي مرحله خطيره جدا بالنسبه للحيوان، يبدا هذا الحيوان يعيد الانسجه او يكون الانسجه اللي هي فقدت اثناء عمليه الحلب. يبقى دي طريقه العقد، بيستخدم قبضه اليد بالنسبه للحيوان. في طريقه ثانيه عندي اللي هي طريقه العقد، في طريقة تانية عندي أو تالتة عندي اللي هي التنسيل أو التمسيد، اللي هي بنقول عليها الحلب النسالي، ودي بستخدمها في حالة الحلمات لما تكون الحلمات صغيرة، بستخدم السبابة ثم الإبهام زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصورة. في برضو عندي أدوات، الأدوات بقى اللي أنا هستخدمها أو إن أنا هبدأ أجهزها أثناء عملية الحلب بالنسبة للحيوان اللي هو الحلب اليدوي. إيه اللي أنا بستخدمه؟ عندي فيه أقساط تجميع اللبن، ثم عندي فيه وعاء صغير أو ميزان عندي لبن، ثم برتدي ملابس الحلابة، ثم عندي كرسي الحلابة زائد الفوط زائد الفرش اللي هي التطمير، إن أنا بطهر وبطمر وبشيل الأجزاء اللي هي القاذورات من على درع الحيوان بعملية التطمير وعملية التنظيف، بمسح بفوطة مبللة الأول ثم أمسح بفوطة ناشفة عشان أجفف درع الحيوان، وبعد ذلك ببدأ إن أنا أحلب الحيوان. دي كلها الأدوات اللي أنا بستخدمها في الحلب اليدوي. لكن هناك شروط بتتعلق بالحلاب والحيوان والأدوات والمكان. يعني ايه؟ احنا قلنا في ثلاث حاجات مشتركين في عمليه الحلب، سواء كان حلب يدوي او حلب آلي. عند الادوات ثم الحلاب ثم الحيوان. الادوات زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصوره، عندي اقساط اللي هي اقساط اللبن، او ان في جرادل تجميع اللبن، او في مصفات وانا بصفي بيها اللبن، او الجرادل اللي انا هقوم بها اثناء عمليه الحلب واحلب فيها هذا الحيوان. يبقى انا اول حاجه عندي الادوات ثم الحلاب ثم الحيوان، التلاتة مع بعضهم في النهاية بحصل على انتاج لبن صحي نظيف، وده صالح للاستخدام اللي هو الانسان يقدر يتغذى عليه او يصنع جميع المثلجات، سواء مثلجات نبانية او الجبن، كل انواع المنتجات اللبنية التي تصنع من الالبان. عشان ابدأ بقى احلب حلابة صحيحة لازم احقق مجموعة من الاهداف. ايه هي مجموعة الاهداف؟ اول حاجة عندي بالنسبة للحلاب لازم اغسل يد الحلاب ويرتدي ملابس الحلاب. يبقى هو الحلاب بيغسل ايديه ثم بيقص اظافر هذا الحلاب، ومع عدم ارتداء الخواتم بالنسبة للحلاب. ليه؟ لأنه هو هيمسك الحلمات بتاع درع الحيوان. أما يجي يمسك الحلمات بتاع درع الحيوان وهو لابس أي أجزاء معدنية، خواتم أو دبل، لازم يحصل تهتك خارجي بالنسبة للحلمات، بعد ذلك بتؤدي إلى إصابات كتيرة، خاصة إصابة التهاب الدرع بالنسبة للحيوان، لأن طبعا درع الحيوان من الأكبر غدة في جسمه، وفي نفس الوقت أنه يكون سريع جدا التقاط الأمراض من الخارج. لو كان في حاجة عندي مجروحة أو أعراض جرح
بيسبب التقاط الميكروبات ويبدا يشتغل ينقل هذه الميكروبات الى اللبن. يبقى اول حاجه بيغسل الحلاب ايديه، ثم بيغسل درع الحيوان، ثم بيطهر درع هذا الحيوان، ويبدا في نقطه تانية عندي هنا بيعمل عمليه التنسير. يعني ايه التنسير؟ ان هو بيخرج اول قطرتين في داخل كل حلمه من ربع الحيوان. طب هو بيخرجهم ليه؟ لان في عندي خطوتين هنا، في عند التنسير بتبدا في بدايه عمليه الحلب، وفي عند التقطير بتنتهي في نهايه عمليه الحلب. يعني ايه التنسير؟ انت بتنزل اول نقطتين من درع الحيوان، بتنزلهم ليه؟ عشان تفحص هذا اللبن اللي هو موجود، هل الحيوان سليم؟ هل الحيوان فيه تخثرات بالنسبه للبن؟ هل لون اللبن غير طبيعي؟ اذا كان لبن بقري بيبقى لونه طبعا مشوب بالاصفر، اذا كان لون اللبن اللي هو الجاموسي مشوب باللون اللي هو الرمادي او اللون الابيض اللي هو الازرق الخفيف. يبقى لو لقيت اي تغير في عمليه فحص اللبن يبقى اقول الحيوان ده مصاب، يبقى انا بعزل هذا الحيوان وابدا احلب الحيوان اللي هو الثاني اللي هو بعد كده عشان ابدا ان انا احصل على انتاج لبن نظيف. يبقى هو بيغسل اليدين، ثم غسل الحيوان، ثم عمليه التطمير بالنسبه للحيوان، ويبدا ان هو عمليه التدليك ويخرج اول قطرتين من ربع الحلمه، ثم بينشف هذا الضرع ويبدا يقوم بعمليه الحلب. يبقى بيغسل الايدي وبيغسل الضرع، ثم بيفحص الضرع مع فحص الحلمات اللي هي موجوده على درع الحيوان. هل الحلمات دي مصابه؟ هل الحلمات دي طبيعيه؟ هل اللي هو اللبن اللي هينزل لبن طبيعي؟ عشان ما يعديش بقيه اللبن اللي هو موجود عندي داخل المزرعه، لان بيحلب كل الحيوانات عندي في او بيجمعها كلها مع بعضيها. يبقى انا لو لقيت عندي في درع واحد من الحيوانات دي كلها موجود، سواء كان عندي 10 حيوانات حسب العدد اللي موجود عندي، لو لقيت ضرع مصاب باي مرض يبقى بينقل الامراض كلها لجميع اللبن اللي هو موجود عندي داخل المزرعه. طيب بعد كده بيجفف درع الحيوان، ثم بيقوم بعمليه الحلب بالنسبه لهذا الحيوان. لكن هناك في قواعد لازم يلتزم بيها الحلاب او المربي اثناء عمليه الحلب بالنسبه للحيوان. عشان ايه؟ لان في النهايه بياخد لبن نظيف، احنا بنقول انتاج اللبن الصحي النظيف. القاعده الاولى ان لازم يحلب الحيوانات في اوقات منتظمه. بمعنى ايه؟ ان انا باجي الصبح الساعه 6 الصبح او الساعه 8 الصبح كل يوم ابدا احلب حلبه الصباح، الساعه 4 العصر او الساعه 3 العصر بيبدا يحلب حلبه المساء. ده الابقار اللي هي الطبيعيه المعتاده، لكن لو في عندي ابقار اعلى انتاجيه من هذا اللبن يبقى انا بحلبها 3 مرات في اليوم. ممكن احلب الساعه 7 الصبح او الساعه 8 الصبح، وبحلب الساعه 2 الظهر، واحلب الساعه 8 بالليل. يبقى لازم يوازن بين الفترات الزمنيه بين كل حلبه بالنسبه لهذا الحيوان، خصوصا في الحيوانات اللي هي عاليه الاضرار او عاليه الانتاج اللي هي بتدينا حوالي 50 60 كيلو. واما يجي يحلب الحيوانات اللي هي عاليه الاضرار اللي هي 50 60 كيلو طبعا بيحلبها عن طريق الحلب الالي افضل من الحلب اليدوي، ودي هنتطرق ليها فيما بعد. يبقى القاعدة الثانية تنظيف مكان الحلب والأبقار قبل الحلابة، أي بأن هو بيخلق بيئة نظيفة أو جو نظيف عشان يبدأ أن هو يقعد الحلاب ويحلب في هذا الحيوان خلال عملية الحلب. طيب في قاعدة ثالثة، غسل اليدين زي ما تحدثنا عنها جيدا بالماء والصابون قبل أن يبدأ في عملية الحلب الأبقار لمنع انتقال الجراثيم سواء بالنسبة للحلاب إلى الحيوان، ثم تنتقل بعد ذلك إلى اللبن. يبقى عندي اللبن ملوث بالميكروبات، وغفحص اللبن يجي حد يستلم منك اللبن خارج المزرعة عشان يقوم بعملية التصنيع يقول لك اللبن ده غير ملوث. يبقى عندك فيه شروط وفي قواعد لازم تلتزم بيها عشان تنتج لبن صحي نظيف داخل المزرعة. القاعدة الرابعة تنظيف الضرع جيدا. يبقى دي قواعد كلها لازم اعملها قبل ما ابدا في عملية الحلب. القاعدة الخامسة ان هو بيفحص الشخبات الاولى، وذلك عن طريق حلب قليل من كل ربع من ارباع الضرع عشان يقدر يحكم على جودة هذا اللبن او جودة هذا المنتج، لان طبعا هيتغذى عليه الانسان ويبقى يمنع انتقال الامراض من الحيوان الى الانسان، خصوصا عندي في مرضين، في مرض السل بالنسبه للانسان والحيوان، الاثنين دول مشتركين مع بعضهم فيه الحيوان والانسان. انت ممكن يعني لا قدر الله يحصل عندك مرض السل، طب هو جاي من ايه؟ جاي من اللبن الموجود. يبقى في عندي ابقار مصابه بمرض السل يبقى بينتقل عن طريق اللبن.
في مرض خطير جدا جدا جدا، وده دايما منتشر في بعض المزارع، مع العلم انك لازم تاخد الاحتياطات كلها الكاملة، اللي هو مرض الاجهاض المعدي اللي هو بنقول عليه البيروسيلا. لو انا جيت في المزرعة عندي في بقرة واحدة مصابة بالبيروسيلا، لازم احجر او احجز على هذه المزرعة، لا ينفع اشتري منها حيوانات او ادخل فيها حيوانات، لحد ما افحص مرة واثنين وثلاثة ان المزرعة دي خالية من مرض الاجهاض المعدي او البيروسيلا. يبقى في عندي مرضين مهمين جدا، بينتشروا من خلال الحيوان او بينتقلوا من خلال الحيوان الى الاسهال. طب تطرقنا ليهم اللي هو السل والاجهاض المعدي. طب الاجهاض المعدي بالنسبة للانسان، الاجهاض المعدي لو جه بالنسبة للانسان عن طريق اللبن، ايه اللي بيحصل؟ بيحدث تماما عقم للذكور، وايضا عقم بالنسبة للاناث بالنسبة للانسان. يبقى عندي في مرضين هنا بركز عليهم باستمرار، السل والاجهاض المعدي بينتقلوا من خلال اللبن الى الانسان. القاعدة الخامسة زي ما قلنا انه بيفحص اللبن، طبعا بيفحص في اناء موجود عنده، بيشوف اللبن ده لونه ايه، هل لون اللبن طبيعي زي ما تحدثنا عنه اللي هو اللون الرمادي الابيض او الابيض المزرق بالنسبة للجاموس، او اللون الاصفر الباهت او الابيض المصفر بالنسبة للابقار. في حاجة عندي تانية، ايوه في حاجة عندي تانية، في قاعدة تانية برضو مهمة جدا، لازم يغطس الحلمات دي باليود، وذلك لحماية الضرع. بمعنى ايه؟ بعد ما بينتهي من عملية الحلب لازم يجيب اناء، هذا الاناء او وعاء كده صغير بيكون موجود فيه يود، يعني ايوه اي نوع من المطهرات اللي هي موجودة في المزرعة، ويبدأ ان هو يلامس هذا الغطاء مع الحلمة، يبقى هو كده بيمنع نزول او يمنع دخول اي ميكروبات داخل الحلمة، لان بعد عملية الحلب بتظل الحلمة مفتوحة لمدة 20 الى 30 ثانية، وفي نفس الوقت بينشط لو عندي هرمون اللي هو البرولاكتين اللي موجود في داخل الحلمة، هذا الهرمون بيعمل على انقباض او قفل صمام الحلمة او فتحة الحلمة. لو انا في اللحظة دي في اي امراض موجودة بعد عملية الحلب وجيت انا لمست الضرع، يبقى اللبن لازم يخش داخل الضرع، وبعد ذلك بيصاب بهذا الحيوان بالامراض والميكروبات، وترجع تقول ان الحيوان ده عندي في ربع شالل، في ربع فيه التهاب درع جزئي، الدرع كله فيه التهاب جزئي. يعني ايه التهاب جزئي والتهاب كامل؟ ان تلاقي الدرع عندك متليف، يديك ايحاء ان الدرع اللبن ممتلئ لكن هو متحجر. ليه؟ لان الميكروبات دخلت هذا الدرع وبيبدأ يتكسر الميكروبات فيه، ويبدأ ان هو يعمل تليف للأوردة والأنسجة، سواء النسيج الضام او الأنسجة الدهنية الموجودة في داخل الدرع، ويسبب عدم نزول اللبن، ويبقى الدرع متحجر ما تقدرش تحلب، او مفيش لبن يطلع من هذا درع الحيوان. يبقى كده الحيوان بيخش في مرحلة الإعدام. لو انا ما جيتش انا شفيت هذا الحيوان او لحقت الأمراض، يبقى انا لازم اتبع القواعد الصحيحة عند اجراء عملية الحلب اليدوي او الحلب الآلي، ان بغطس الحلمات باليود وذلك لحماية الضرع في فترة التالية عملية الحلب، او ان انا في خصوصا في فترة انتقال العدوى، لو في اي عدوى موجودة يبقى لازم اجري هذه الطريقة. ويجب تجنب وجود اي امراض معدية او جروح في يد الحلاب. لو الحلاب ذات نفسه اصلا في عنده جرح في ايده، يبقى هذا الحلاب لا يقوم بعملية الحلب. ليه؟ لان هينقل الميكروبات من على يديه الى داخل درع الحيوان عن طريق الحلمة من خلال عملية الحلب. ده الحلب اليدوي. هننتقل الى جزء اخر او نوع اخر من انواع الحلب، وهو الحلب الآلي. ايه هو الحلب الآلي؟ هي العملية التي يتم فيها سحب اللبن من خلال فتحة الحلمة باستغلال الفرق في الضغط داخل الضرع وخارج الضرع عن طريق استخدام آلة الحلب. بمعنى ايه الكلام ده؟ انا طبعا في الحلب الطبيعي او في الحلب اليدوي، ان انا بمسك هذا الحيوان وبقوم بعملية اسمها عملية التحنين قبل بداية عملية الحلب. عملية التحنين دي بتساعد على عملية در اللبن بالنسبة لهذا الحيوان. يبقى هو بيقوم بعملية التدليك بالنسبة للحيوان، ويبدأ انه يخرج اللبن. طب هنا في الحلب الآلي
ايه هيدلك الحلمات ازاي، او ايه هي معاملة التحنين بالنسبة لهذا الحيوان، ان هو بيجيب وحدة الكؤوس بالنسبة لهذا الحيوان ويبدأ ان هو يمسح بالفوطة الخارج، الفوطة الناشفة او فوطة مبلولة باي مطهرات، ثم بالفوطة ان هي الناشفة بيبدأ يمسح الضرع ويبدأ يركب الحلمات. كل دي اسمها معاملات تحنين، او ان هو هيقدم التغذية بالنسبة لهذا الحيوان، دي كلها معاملات تحنين، او ان الحلاب ذات نفسه هيدخل هذه الحيوانات الى المحلب، يبقى الحيوان ذات نفسه اوتوماتيك كده عارف ان هو داخل هذا المكان ده هيعمل ايه، وبيخش في المكان بتاعه عشان يقدر ان هو يقوم بعملية الحلب بالنسبة للحيوان. طيب بالنسبة للمكنة الحلب الآلي بتتصمم ازاي، او ايه الفكرة بتاعتها؟ تصميم مكنة الحلب الآلي يقوم بسحب اللبن من الضرع عن طريق مضخة، هذه المضخة بتقوم بعملية تفريغ الهواء كما يحدث في حالة الرضاعة الطبيعية. بمعنى ايه؟ انا عندي الاربع كؤوس حلمات موجودين، لان انا عندي اربع حلمات بالنسبة للضرع. كأس الحلمة ذات نفسه هنتطرق عليه فيما بعد وهنشوفه عبارة عن ايه؟ داخل له الكأس اللي هو الواحد، هم اربع وحدات، يعني مجمع اللبن دوت بيجمع الاربع كؤوس حلمات مع بعضي. الكأس الحلمة ذات نفسه، في داخل كأس الحلمة في عندي حلقة كاوتش وفي صمام كاوتش موجود، بيبدأ دخول الهواء يقوم يضغط على الحلبة ويسحب الهواء، عملية السحب تاني الهواء، بص تلاقي اللبن يبدأ ينزل، يبقى اوتوماتيك زي ما انت تبدأ تعصر هذا الحيوان، او بتبدأ تحلب الحيوان حلب يدوي. في حاجة عندي تاني، طيب الحلب الآلي عندي له مجموعة مميزات. احنا قلنا الحلب الطبيعي، افرض ان انا عندي في المزرعة عندي حوالي 30 40 او 50 حيوان، في 20 منهم موجودين اصلا عايزين يتحلبوا، يبقى انا عايز كم عامل عشان يقدر يحلب لي هذه الحيوانات في مدة معينة؟ يبقى عايز مثلا كل حيوان عايز له من 10 الى 15 دقيقة، يبقى عايز له ساعتين عشان يبدأ ان هو يحلب هذا العدد من الموجود داخل المزرعة. فالحلب الآلي من ضمن المميزات بتاعته ان هو بيختصر او بيقتصد في نفقات الانتاج. بمعنى ايه؟ الاقتصاد في نفقات الانتاج، بدل بروح اجيب 3 4 عمال او 5 عمال حلابين، لا انا هجيب حلاب واحد انه هيقدر، وطبعا ومرنه وعرفه الخبرة بتاعت الحلب الالي عشان يبدأ ان هو يحلب هذا الحيوان عن طريق ان يشغل ماكينة التفريغ ويشغل المطور ويشغل المحلب ويشغل كل الدنيا دي كلها، يبقى عامل واحد ويقوم بعملية المسح والتطمير بالنسبة للحيوانات، سواء كان في ان في محالب عندي في محالب 4 وحدات وفي محالب بيكون 6 وحدات، حسب الطريقة أو حسب النظام أو حسب سعة المزرعة اللي هي موجودة عندي. الخطوة الثانية أو الميزة الثانية من مميزات الحلب الآلي، أكثر راحة بالنسبة للحيوان. الحلاب بيقعد تحت الحيوان في الحلب الطبيعي، بيقعد يشد فيه الحلمات، ياخد له وقت طويل، فالحيوان بيتأذى من عملية الحلب اليدوي، لكن الحلب الآلي بيقتصر النص فقط، بيوصل من 5 أو من 8 إلى 10 دقائق، يعني حوالي 4 ل 5 دقائق في الحلب اللي هو اليدوي الآلي، لكن الحلب اليدوي من 8 إلى 10 دقائق، وأحيانا بيصل إلى ربع ساعة. يبقى الحلب الآلي بيقتصر نص الوقت بالضبط بالنسبة للحيوان. كذلك ان هو بيوفر للأيد العاملة التي يحتاجها الحلب اليدوي. ايضا الحلب الآلي بيضمن ان هو بيحصل لي على انتاج لبن صحي نظيف، محدش تدخل فيه خالص، لا الادوات ولا الحلاب ولا اي حاجة خالص نهائي، بيجي من درع الحيوان الى مجمع اللبن او مكان تخزين اللبن، يبقى مرورا بكل المواسير والموجودين العاديات كلها عشان يبدأ ان هو يحصل لي على لبن نظيف. كذلك احنا قلنا ان هو بيوفر الوقت بنسبة حوالي 50%. يعني ايه 50%؟ وبركز عليها تاني، في الحلب اليدوي اللي هو الطبيعي الحيوان بتحلب من 10 الى 15 دقيقة، في الحلب الآلي الحيوان بيتحلب في مدة 4 الى 5 دقائق، يبقى كده وفر لي نص الوقت او وفر لي الوقت بمقدار 50% بالنسبة للحيوان. في عندي بقى طرق الحلب الآلي. يعني ايه كلمة طرق الحلب الآلي؟ لا هو مش طرق الحلب الآلي، هو نظام الحلب الآلي. بمعنى ايه؟ نفترض ان في عندي مجموعة من الحيوانات اللي عند المزرعة بتاعتي موجودة في مكان ما، وفي عندي الحيوانات دي هتتحلب في داخل المزرعة، يعني في مكان التغذية، يعني هتنتقل الى الطبيعة برة. يبقى اذا في عندي وحدات حلب آلي اسمها وحدات حلب آلي متنقلة،
هذه الوحدات اللي هي الحلب الآلي المتنقلة ممكن تكون مصممة انها تحلب حيوانين اتنين في وقت واحد، وممكن تكون مصممة انها تحلب حيوان واحد في وقت واحد، بس لابد من توفير مصدر الكهرباء او مصدر لتوليد الموتور عشان يقدر يشغل ماكينة الحلب الآلي. في مكان تاني او في معدات تانية للحلب الآلي بتبقى مصممة في داخل المزرعة، يبقى دي ثابتة. بمعنى ايه؟ انا عندي ده لو انت بتذكر معايا في النص الاولاني قلت لك من ضمن ملحقات مساكن حيوانات اللبن في عندي المحلب. المحلب موجود، نظام المحلب بيبقى عامل ازاي؟ في نظام المحرب ممكن يكون 8 وحدات، وممكن نظام المحلب يكون من 6 وحدات حسب السعة او حسب التكاليف اللي هي موجودة بالنسبة عندي لراجل المزرعة. يبقى في عندي مكنات حلب آلي متنقلة وفي مكنات حلب آلي ثابتة. سواء كان حلب آلي متنقل او حلب آلي ثابتة لها مجموعة من المكونات، بيبقى لازم يكون فيها وحدة تفريغ، فيها وحدة النبضات، فيها وحدة الحليب، فيها وحدة نقل اللبن. الاربع وحدات دول موجودين سواء كان في ماكينة الحلب الآلي المتنقلة او موجودين في المحلب اللي هو موجود عندي اللي هو المحلب الثابت اللي هو ما بينتقلش خارج المزرعة، لا ده من ضمن ملحقات مساكن حيوانات اللبن في عندي المحلب الآلي. وحدة التفريغ، يعني ايه وحدة التفريغ؟ وحدة التفريغ بتتكون من طرمبة تفريغ الهواء، هذه الطرمبة وظيفتها انها بتضخ هذا الهواء في داخل المواسير اللي هي موجودة، ولكن عندي نوعين من المواسير، مواسير الضغط بيبقى المواسير دي لونها اسود، دي مسؤولة عن نقل الهواء من طرمبة التفريغ الى وحدات الكؤوس الحلمات عشان تقوم بعملية ضخ الهواء. طيب في عكسها برضو تاني اللي هي الخراطيم الشفافة اللي هي خراطيم نقل اللبن، هذه الخراطيم تبقى شفافة ليه؟ عشان تظهر لي او توضح لي سريان اللبن وتشوف الحيوان ده هل هو خلص او الحيوان ده لسه ما خلص عملية الحلب، وانا يبقى عامل واحد بيقدر يلف في المحلب كله بعد ما يركب كؤوس الحلمات بيقدر من خلال الخراطيم الشفافة يقول لك هذا الحيوان خلص، بيبدأ ان هو ينزع او ان هو بيزيل وحدة كؤوس الحلمات ويعلقها في المكان المعتاد بتاعه وبيبدأ ينتقل على حيوان اخر. اول حاجة عندي طرمبة التفريغ، تاني حاجة في خزان او في حاجز، ثم في مصيادة الرطوبة بحيث لو في رطوبة موجودة من خلال عملية التفريغ يقدر مصيادة الرطوبة دي تتقلص لهذا البخار وتحوله الى ماء بتكون موجود في مصيادة الرطوبة اللي هي موجودة عندي. ثم في حاجة اسمها منظم الضغط بالنسبة للحيوان. يعني ايه منظم الضغط بالنسبة للحيوان؟ طبعا انت سعادتك عارف ان حجم او قوة او صلابة حلمات الجاموس بتبقى اقوى من حلمات الابقار، فانا عايز ضغط عالي بالنسبة للجاموس، يبقى عشان كده في حاجة عندي اسمها منظم الضغط. يعني ايه منظم الضغط؟ منظم الضغط في الجاموس بيكون من حوالي من 50 الى 60. طيب برفع ضغط الهواء زي المنظم اللي هو في المانومتر اللي هو موجود عند بتوع الكاوتش، فعنده مؤشر، هذا المؤشر بيوضح لك يقول لك التفريغ دوت 40 على 50 او 50 على 60. 40 على 50 ينفع في الابقار ان حلمات الابقار بتبقى رقيقة ارك من حلمات الجاموس، لكن الجاموس بيحتاج كمنظم ضغط او كمونيتور اشوف اللي هو الضغط عندي من 50 الى 60، وده في عندي مبين الضغط اللي هو موجود عندي زائد انابيب التفريغ اللي هو خط انابيب التفريغ اللي هو لونها اسود بالنسبة لمكنة التفريغ. يبقى في عندي طرمبة تفريغ الهواء، في محرك كهربائي يعني هو موتور، ثم في عندي منظم الضغط، ثم عندي انابيب تفريغ سواء كانت تفريغ الهواء او انابيب سحب اللبن اللي هي الانابيب الشفافة. طرمبة التفريغ، طرمبة التفريغ بتقوم بسحب الهواء من النظام لكي يكون تحت تفريغ لسحب اللبن من الحلمات، ويبدأ ذلك باستخدام طرمبة التفريغ الهواء. انا بشغل طرمبة التفريغ صوتها بيرتفع بيعلى بيزيد الضغط في طرمبة التفريغ اذا اللي فيه هواء موجود عندي، فبروح جاي فاتح الصمام او قافل الصمام، الصمام تبقى مقفول، بروح منظم الضغط 40 على 50 في الابقار وبروح فاتح اللي هو الصمام، يبدا ان هو الهواء ينتقل الى وحده الكؤوس. يبقى في عندي لو انت سعادتك حطيت صباعك في داخل وحده الكؤوس هتلاقي في نبض شغال عندك موجود، يبقى تعرف في اللحظه ديت ان جهاز او طرمبه التشغيل شغال. الجزء الحاجز او الحجاب او الحاجزان او حاجز الخزان التعويض ده جزء تاني من وحدة التفريغ، بيكون بحماية طرمبة التفريغ من دخول اي سوائل اللي قلت لك ان في رطوبة بتبدأ تتبخر اثناء عملية التفريغ.
في عندي مصادة الرطوبة، مصادة الرطوبة بتقوم بنفس عمل الحاجز، ان هي بتحجز الرذاذ اللي هي موجود من طلمبة التفريغ وتخليها عندها في مصادة الرطوبة عشان ما تخشش في داخل الهواء اللي هو موجود مع وحدات الكؤوس. في منظم الضغط، منظم الضغط زي ما قلت لك زي المونيتور الموجود عندك بينظم الضغط من 40 الى 50 بالنسبه للابقار او من 50 الى 60 بالنسبه للجاموس. في عندي خط انابيب التفريغ، هذا الخط لو خط انابيب التفريغ بيصنع هذا الخط من المعدن او مواسير البي في سي. هذه المواسير او هذا الخط بيكون بتوصيل الطلمبه، بيتصل من الطلمبه الى وحده الكؤوس او مجمع اللبن في النهايه، ويركب عليه المنظم والحاجز ومصات الرطوبه والنابض اللي هو موجود عندي في ماكينه التفريغ. وحدات النبضات، ده النابض. يعني ايه النابض؟ احنا بنسمي النابض هنا اللي هو ايه، انت سعادتك انت عندك جميع الاجهزه اللي هي موجوده عندك، لكن في نابض عندك انت موجود، ايه هو؟ القلب. اذا القلب هنا بالنسبه للانسان هو وحده النبض زي ماكينه التفريغ بالظبط او ماكينه الحلب بالظبط. يعني ايه النابض؟ انت ساعه ما النابض او طرمبه التشغيل تبدا ان هي يحصل فيها سريان للهواء الموجود، يبدا تسمع صوت النابض عمال فيه تكات رايحه جايه، تعرف ان النابض شغال. لو انت سعادتك قلبك مش موجود او قلبك مش شغال، جميع الاجهزه كلها هتقف وجميع الاجهزه هيتعطل. اذا النابض هنا في ماكينه الهواء الحلب الالي هو يعتبر وحده مستقله وبيقوم بعمليه تنظيم النبض بالنسبه لعدد نبضات لعمليه التفريغ او وحده التفريغ. وحده الحلب بقى بيتكون وحده الحلب من مجموعه من الاكواب زي ما احنا شايفين بعد كده في الصوره معانا اهوت. الصوره الفوقانيه بنلاحظ ان ده مجمع اللبن، الصوره اللي هي التحتانيه دي اسمها مجمع اللبن. يعني ايه؟ بيكون غطائين، الغطاء الخارجي شفاف والغطاء الداخلي بيكون لونه معتم، وفي النهايه خالص في محبس في داخل هذه المجموعه اسفل، بروح فاتح المحبس يبقى يبدا دخول الهواء اللي هو موجود. اما اجي اركب الحلمات اروح قافل المحبس اللي هو في النهايه خالص عشان يقدر يفرغ الهواء الى داخل درع الحواء من خلال وحده كؤوس الحلمات او اكواب الحليب. في بعض الاحيان بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان انظمه الحلب الالي بصفه عامه كلها من خلال عمليه النبض او النبض اللي هو موجود. النبض قلت لك عليه ان هو عباره عن وحده قلب الحلب الالي، يبقى عامل زي القلب اللي موجود عندك بينظم جميع الحركات اللي موجوده، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، كل الاجهزه اللي هي موجوده عند سعادتك على مرحلتين، في داخل الغرفه الداخليه لكل من كاس الحلمه او اثناء مرحله الحلب او اثناء مرحله التدليك بالنسبه للحيوان. ده النابض. مرحله الحليب بقى، مرحله الحليب انا خلاص شغلت ماكينه الحلب، يبدا بعد كده في عند مرحلتين، في مرحله الحلب وفي مرحله اسمها مرحله السحب. يعني ايه مرحله الحلب؟ مرحله الحلب عندي هنا مرحله الضغط السالب بيؤدي الى انفراج الجدار الداخلي بالنسبه لوحده كؤوس الحلمات. انا قلت لك ان وحده كؤوس الحلمات فيها جدار في الداخل، جدار رقيق ده من المطاط، بيكون بعمليه الهواء بيخش بيروح زانق على الحلمه بتاع الحيوان، يبقى كده دخل الايه؟ الهواء موجود، يبقى ما تقدرش تنزع انت وحده كؤوس الحلمات من على الحلمه، بعد ذلك يروح جاي راجع تاني مرحله السحب، يبدا سريان اللبن ينزل من الحلمه الى مجمع اللبن ثم الى الخراطيم الشفافه. وفي نفس الوقت بنقول خراطيم شفافه ليه؟ عشان بتوضح لي سريان اللبن او بتوضح لي ان الحيوان ده بيقوم بعمليه الحلب ولا لا خلال ماكينه الحلب. لو لقيت ان في حصل انقطاع اعرف ان في عندي هل وحده التفريغ او طرمبه التفريغ او وحده الشفط او 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 او, أو الماتور ذات نفسه عطل، يبقى انا ابدا اشوف الكلام ده كله اثناء عمليه الحلب، لان انا براقب تشغيل الماكينه او صوت الماكينه بالنسبه للحلب من خلال جهاز النبض. زي لو انت حطيت ايدك على صدرك كده بص تلاقي في عندك القلب يبدا ان هو يضخ الدم لجميع اجزاء الجسم، نفس النظام برضو اللي عندي هنا النابض يبدا يضخ ويبدا ينظم النبضات بالنسبه لعمليه الحلب للحيوان. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التدليك،
بتحدث نتيجة دخول الهواء الجوي إلى الغرفة الخارجية لكأس الحلمة أو مرحلة انقباض الجدار المطاطي الداخلي اللي هو الكاوتش على جوانب الحلمة الضرع، مما بيساعد على تصرف الاحتقان الذي يحدث للحلمة عندما تكون واقعة تحت تأثير الضغط السالب بالنسبة لعملية التفريغ. طب أنا انتهيت من عملية الحلب بالنسبة للحيوان، أنا عندي مثلا 20-30 حيوان حلبتهم كلهم في حوالي ساعة، لكن هناك كان بيتحلبوا الحيوانات كلها في حوالي ممكن ساعتين ممكن ثلاثة بالنسبة للحلب اليدوي. طب أنا بعد ما انتهيت من عملية الحلب الآلي، في حاجة عندي المواسير اللي هي موجودة دي، مش اللبن ده موجود في نسبة عالية من البروتين، في نسبة عالية من الدهون، هل أنا أنزع وحدة الكؤوس وعلقها في المكان بتاعها سواء كان حلب آلي متنقل أو حلب آلي ثابت؟ لا، أنا بعلقها وببدأ بعد ما أخرج الحيوانات من داخل المحلب أبدأ أقوم بحاجة اسمها عملية غسيل للخراطيم اللي هي موجودة، أو دورة غسيل أو صيانة بالنسبة للمحلب الآلي. بتتم عملية دورة الغسيل عن طريق عملية النظافة بالنسبة للمواسير، إن أنا بشغل على مرحلتين أو ثلاث مراحل، ممكن في الأول خالص أشطف بالصابون وارجع مرحلة تانية أروح جاي شاطف بالماء الساخن، ثم بعد كده تاني بالماء الفاتر. يبقى إذن دورة الغسيل بتتم ثلاث مرات، بتتم عملية النظافة في المحلب وغسيله بعد عملية الحلب مباشرة، وهذه العملية بتتوقف على قوة المنظف الذي يتم استخدامه أثناء عملية دورة الغسيل. فالغسيل بالماء الفاتر ويستمر لمدة دقيقتين، أو الغسيل بالمنظف القلوي يكون المعدل 125 جرام لكل 40 لتر ماء دافئ، بتكون درجة حرارته 60 درجة مئوية، وتستمر هذه الفترة فترة الغسيل مدة حوالي 15 دقيقة. أو في النهاية خالص بروح جاي عامل عملية شطف نهائي بالماء الفاتر، وبتتم في خلال 5 دقائق للتخلص من بقايا المنظف اللي هو موجود اللي هو تم إضافته مع دورة الغسيل أو مع ماء الغسيل بالنسبة للحيوان. يبقى في اللحظة ديت المحلب جاهز ومستعد لحلبة المساء. نفس النظام في حلبة المساء بقوم بعملية دورة غسيل، هي ما تستغرقش عندي حوالي يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير. أنا بعد الحلمات ما تخرج بروح جاي حاطط وحدة كؤوس الحلمات في الماء وأبدأ أشغل طرمبة التفريغ، بدل ما كان بيشفط اللبن من داخل درع الحيوان بيشفط الماء من داخل اللي هو الوعاء الموجود أو الخزان اللي هو موجود، وأنا بضيف بقى القلوي أو بضيف أي أحماض حسب نوع المزرعة اللي هي بتضيف عندك، ويبدأ إن هو سريان الماء الدافئ ثم الماء الفاتر أو درجة حرارته بتكون 60 درجة مئوية، ويبدأ يغسل المواسير الموجودة عشان خاطر اللي هو الدهون أو البروتينات متعلقة بجوانب القارورة أو جوانب مجمع اللبن اللي هو موجود عندي. بس بعمل دورة الغسيل إمتى؟ بعد ما انقل اللبن خالص نهائي إلى مكان تجميع اللبن داخل المزرعة عندي، وبفصل وحدة الكؤوس وببدأ أشغلها على دورة الغسيل. بعد كده طريقة عملها بقى دورة الغسيل دي، يعني ازاي اعمل دورة الغسيل بالنسبة انا بملى الحوض اللي هو حوض الماء عن طريق ادارة لوحة التحكم الاوتوماتيكي، دي كلها لوحات الكترونية، ببدأ اضخ المية في داخل الحوض، يملال الحوض، انا عارف انا هاخد مية قد ايه، هاخد 50 لتر، هاخد 20 لتر، هاخد 30 لتر، حسب سعة المحلب اللي هو موجود عندي او حسب سعة وحدات الكؤوس اللي هي موجودة، وبيرتبط مع زمن التشغيل. بيتم ملء الحوض بالماء ثم توضع وضع الصمام الثلاثي في وضع الغسيل، ويبدأ سحب الماء في خط المواسير حتى يصل إلى خرطوم الغسيل، فينقسم الماء هنا إلى قسمين. القسم الأول بيكون فيه يدخل إلى وعاء قياس اللبن وينزل في شكل تيار مائي على جدار الوعاء عن طريق سوستة، إن هذه السوستة بتوزع الماء داخل مكان تجميع اللبن بالنسبة لكل حيوان. طيب أنا عايز أعمل صيانة لآلة الحلب، يعني إيه عايز أعمل صيانة لآلة الحلب؟ دورة غسيل المحلب الآلي أنا عندي فيه المواسير اللي هي موجودة، هل دورة الصيانة بشوف إيه؟ بشوف هل الخراطيم أو وحدات الكؤوس الحلمات، هل وحدة كؤوس الحلمات الكاوتش ديت، هل هي لو فيها بعض الشكوك أشيلها وغيرها تاني؟ هل لو لقيت النابض مش هو الصوت بتاعه اللي بينبض لحوالي 40 ل 50 نبضة في الدقيقة، أنا بفك النابض وببدأ بحط نقطتين زيت زي الزيت اللي هو بتحط زي زيت الباكم، وأبدأ أحط نقطتين زيت على النابض يبدأ يرجع لي صوت النابض تاني مرة أخرى. يبقى إذن لازم أمر كدورة غسيل زي اللي عنده عربية بالظبط، كل فترة كده بيبدأ إن هو يعمل عملية صيانة ليها، لا ده النهاردة سمع إن صوتها عالي، صوتها منخفض، نفس النظام المحلب
المحلب برضو اما تيجي تشغل المحلب او تعمل صيانة في المحلب انت معتاد على نغمة معينة او على صوت معين لماكينة الحلب او صوت ماكينة الحلب، لو لقيت اي صوت مخالف لهذه الاصوات انت تلقائي على طول بتقدر تحدد الصوت ده في حتة وتبدأ تعمل عملية صيانة للمحلب الالي اللي هو موجود. شلت جزء من الخراطيم، شلت نابض وحطيت نابض، شلت خرطوم تاني او شلت وحدة كؤوس، او نزعت اي جزء من داخل وحدة الكؤوس وغيرت كاوتش مكانه تاني، دي كلها صيانة اثناء عملية الايه الحلب او بعد عملية الحلب بالنسبة للحلب الالي. بتستمر هذه العملية حتى تنتهي الفترة الزمنية المحددة لها، ثم يقوم صمام الصرف اوتوماتيكي بصرف الماء. انا خلاص بعد ما غسلت خلاص ببدا ان انا اخرج الماء اللي هو ناتج من عمليه الغسيل الى المخرج خالص الى 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 دوره المياه او الى مكان تجميع هذا الماء بعد عمليه الصيانه وبعد عمليه دوره الغسيل بالنسبه للمحلب. باكد تاني برضو على دوره الغسيل، بتتم عن طريق ان انا بغسل المحلب وبنظف المحلب وبستخدم منظف قوي وبغسل بالماء الفاتر لمده دقيقتين، ثم بالمحلول القلوي لمده 125 جرام لكل 40 لتر على درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم بشطف في النهاية خالص بماء فاتر لمدة حوالي 5 دقائق بالنسبة لدورة الغسيل. طب دورة الغسيل عبارة عن ايه؟ بتتكون ازاي؟ احنا شفنا اجزاء المحلب. طب دورة الغسيل عندي في حوض غسيل، في وحدة تحكم اوتوماتيكي، في صمام الصرف الاوتوماتيكي انه هيخرج خلاص الماء بعد انتهاء دورة الغسيل، وفي عندي الصمام الثلاثي ده مركب على ماسورة سحب الماء من حوض الغسيل، ثم في خط مواسير الغسيل، ثم في النهاية خرطوم الغسيل، والخرطوم ده بينقسم الى 2. في عندي كوشة موجودة هي بيتخرج الماء اللي هو موجود بعد عملية الغسيل الى الخارج، والتاني انه بيغذي وعاء قياس اللبن اللي هو الجار اللي هو مسؤول عن تجميع اللبن من كل حيوان، ومن خلال هذا الجار اقدر احكم اقول الحيوان ده هو بيديني 20 كيلو لبن، بيديني 30 كيلو لبن، هل الحيوان ده في بداية الحلب، هل الحيوان في منتصف عملية الحلب، يعني في منتصف الموسم. يبقى انا بميز كل حيوان وبقدر من خلال الجدار ده هو او خلال القنينة اللي هي موجودة ان هو مدرج في 2 كيلو في 5 كيلو في 10 كيلو في 20 كيلو لحد 50 كيلو، بشوف كل حيوان اداني كم كيلو وببدأ ان انا اسجل. بل في دلوقتي حاليا استحدث في معظم المزارع اللي موجودة ان بيتم تسجيل الكتروني لكل حيوان، ان بيرسل اشارات عصبية من خلال وحدات النبض اللي هي موجودة الى جهاز الكمبيوتر، يقوم يسجل كمية اللبن لكل حيوان يعني طريق اللي هو الاجهزة اللي هو الحديثة او وحدة التحكم الذاتية بالنسبة للمحلب. وفي نفس الوقت بيبقى مركب داخل المحلب لوحة كده الكترونية بتحدد لي شخصية كل حيوان، او ان كل حيوان بيبقى عنده شخصية فيه زي رقم، هذا الرقم موجود في رقبة الحيوان يقدر يميز الحيوان ده من الاخر. الحيوان ده مسجل في الكمبيوتر، فبيرسل جهاز اشارات عصبيه الى جهاز الكمبيوتر ويبدا تسجيل لبن اوتوماتيكي عشان خاطر في نهايه الموسم اقول الحيوان ده اداني 3000 كيلو، اداني 5000 كيلو، اداني 4000 كيلو وهكذا، يبقى من خلال عمليه التسجيل او اثناء عمليه الحلب. لو تطرقنا الى مجموعه من الاسئله في هذه الحلقه، يعني نوع جديد، وتيجي تشوف احنا كنا بنتحدث على ايه الحلقه ديت والحلقه الماضيه عن انتاج اللبن او العنايه بالابقار، العنايه التناسليه او عمليه الحلب او الضرع الى اخره. لو تطرق لك وقال لك سؤال في صوره صح وغلط، وقال لك ايه السؤال؟ قال لك يحتل الضرع المنطقه الارابيه للماشيه، ويتكون الضرع من الربع من 4 غدد لبنيه منفصله عن بعضها، هل الكلام ده صح ولا خطأ؟ تمام، برافو عليك، ما انت شاطر اهو معايا، اذا كلامك صح، يبقى اذا الضرع عبارة عن 4 غدد منفصلة عن بعضيها. طب لو قال لك تاني يتكون ضرع الماشية من 4 غدد لبنية منفصلة عن بعضيها، يعني جيبها لك في صورة تانية، تمام برافو عليك انت معايا متابع، اذا في الاجابة هنا صحيحة. لو حط لك نوع تاني وقال لك سؤال تاني، يختلف اللبن الناتج من كل غدة عن الغدد الأخرى لنفس الضرع، بمعنى إيه؟ هل كل ربع بيديني كمية لبن واحدة؟ هو عايز يقول لك كده، كل ربع بيديني كمية، كل ربع بيديني زي التاني،
يعني مثلا ده بيديني 2 كيلو، ده بيديني 4 كيلو، ده بيديني 5 كيلو. طب احنا قلنا في البدايه خالص لما كنا بنتكلم على في الحلقه الماضيه عن ان اللبن 40% من اللبن بيكون في الربعين الاماميين و 60% من اللبن بيكون في الربعين الاخرانيين اللي هو موجودين في اخر درع الحيوان. يبقى اذا تمام، برافو عليك، انت معايا، الاجابه هنا الاجابه صحيحه. تتاثر الغدد اللبنيه، خلي بالك ركز معايا، تتاثر الغدد اللبنيه في حاله اصابه غده اخرى بنفس الدرع بالمرض او بالازاله. بمعنى ايه؟ انا لو في عندي ربع او غده انا زلتها خالص، هل بقيه الغدد مش هتنتج لبن؟ لا طبعا. الاجابه هنا ايه؟ تمام، برافو. اذا الاجابه هنا الاجابه خاطئه. لو دخل على برضو نفس الاسئله وجابها لك برضو في صوره صح وغلط تاني، يجب تجنب وجود اي امراض معديه بالنسبه لمين؟ او جروح في يد الحلاب، احنا لسه متكلمين عليها اهو. تمام، برافو عليك. يبقى هل الحيوان الحلاب يبقى في ايده خواتم او في ايده دبل اثناء عمليه الحلب؟ تمام، يبقى الاجابه هنا صح. يلزم تبريد اللبن بعد عمليه الحلب مباشره. بعد عمليه الحلب لازم انا ببرد اللبن على درجه حراره معينه لحين ان اللبن دهوت هيبدا ان هو المستلم او المشتري او البائع هيجي يشتريه من عندي او المنتج ان هو هيجي ياخده من عندي داخل المزرعه. يبقى يلزم تبريد اللبن بعد عمليه الحلب مباشره. تمام، برافو، الاجابه صحيحه. تتكون كل غده لبنيه من مخزن حلمه ومخزن غده. تتكون كل غده لبنيه من مخزن حلمه ومخزن غده. احنا قلنا ان في الغدد عندي حوالي أربعة وكل غده بتنتهي بمخزن الحلمه. يبقى اذا هنا الاجابه ايه؟ تمام، برافو، الاجابه هنا صحيحه. في نقطه ثانيه، ازعاج الحيوان. احنا اتكلمنا قلنا في عندي نوعين، في من الهرمونات، في الاوكسيتوسون وفي اللي هو تمام برافو الادرينالين. الادرينالين هو المسؤول عن افراز اللبن، عن عدم افراز اللبن، اسف. الاكسيتوسون مسؤول عن افراز اللبن. طب لما يجيب لك سؤال هنا بيقول لك ازعاج الحيوان، يعني انت بتحلب حلب يدوي او حلب آلي، وجيت الحيوان دوت حصل له ازعاج، انت خبطته، حد يعني حصل له اي نوع من التشويش، يبقى في نفس اللحظه دوت حصل له ازعاج. ازعاج الحيوان اثناء الحلب بيؤدي لافراز هرمون الاكسيتوسون، طبعا بيؤدي لافراز هرمون الادرينالين. اذا الاجابه عندي هنا خاطئه. نشوف نوع تاني من الاسئله. اختار من العمود س ما يناسب العمود ص، وجايب لك مربعين، جايب لك عمودين س وص. بيقول لك في ايه في العمود الاولاني؟ الأربعة الأمامية للدرع أصغر في الحجم والإنتاج من الأرباع نهين. إحنا لسه متكلمين عليها، قلنا 40% فين و 60% فين. تمام، برافو عليه. يبقى الأربعة الأمامية للدرع أصغر في الحجم والإنتاج من الأرباع الخلفية، يبقى بيدينا 40% الأربعة الأمامية، والأربعة الخلفية بالنسبة للحيوان بتديني 60%. طيب حركة انتقال اللبن من داخل تجويف الحويصلات اللبنية إلى القنوات اللبنية الفرعية بسميها إيه دي؟ هل بسميها إفراز اللبن؟ تمام، برافو عليك، بسميها درع اللبن. يبقى حركة انتقال اللبن من داخل تجويف الحويصلات اللبنية إلى القنوات اللبنية الفرعية ثم إلى خارج الدرع بعملية الحلب، في اللحظة دي بسميها عملية درع اللبن اللي هي مرتبطة بهرمون الإكسوتيسون. طيب درع او نزول اللبن من الدرع هي عمليه ايه؟ احنا اتكلمنا عليها، قلنا عمليه الافراز اللي هي بتكون من عمليات العصبيه الهرمونيه. ينتهي كل ربع من ارباع الدرع بحلمه واحده. كل ربع، ما احنا عارفين ان الدرع مكون من اربع تربع، كل ربع بينتهي الى حلمه واحده. اذا كده الاجابه صحيحه. طب تعال نتطرق الى نوع تاني من الاسئله كده مع بعض. بيقول لي ايه؟ ده علامة صح وخطأ، رجع تاني لصح وخطأ. الأرباع الأمامية للدرع أصغر في الحجم والإنتاج من الأرباع الخلفية، بأكد عليها، إجابتك صحيحة. بيطلق درع، تعبير درع اللبن على حركة انتقال اللبن. خلي بالك الأسئلة دي حساسة جدا ودايما بيجي منها باستمرار في الامتحان.
حركة انتقال اللبن من داخل تجويف الحوض اللبنية إلى الكوات اللبنية الفرعية. تمام، برافو، إجابة صحيحة. يتكون 1 لتر لبن من مرور أكثر من 40 لتر دم في الأوعية الدموية من الضرع. احنا قلنا في البداية في الحلقة الماضية إن كل كيلو لبن بيتم إفرازه محتاج كام؟ تمام، برافو، محتاج 40 لتر من الدم عشان أطلع كيلو واحد. يبقى إذن الإجابة عندي هنا إيه؟ الإجابة صحيحة. ينتهي كل ربع من أرباع الدرع بحلمتين. هل كل ربع من أرباع الدرع بينتهي بحلمتين؟ إحنا قلنا الدرع منقسم إلى 4 أجزاء أو 4 أرباع، ده بالنسبة للماشية الثديية الأبقار والجمود. أما بالنسبة للأغنام والماعز بينتهي إلى ربعين. يبقى إذن هنا بينتهي كل ربع من أرباع الدرع المفروض بحلمة واحدة. يبقى في اللحظة دي الإجابة إيه؟ الإجابة خاطئة. برافو عليك، إجابتك صح. تطرق إلى نقطة أخرى تانية. الحلب الآلي هي عملية سحب اللبن للخارج باستغلال إيه؟ باستغلال إنه بيستغل لفرق الضغط داخل الضرع وخارج الضرع عن طريق عملية التفريغ. إحنا قلنا عملية الشفط وعملية التدليك. يبقى إذن الإجابة هنا إجابة إيه؟ تمام، إجابة صحيحة. مرحلة التدليك بتحدث نتيجة دخول الهواء الجوي إلى الغرفة الهوائية لكأس الحلمة. إجابة صحيحة. النابض، إحنا قلنا النابض اللي هو وحدة القلب، بينظم حركة التبادل بين الضغط السالب والضغط الجوي في الغرفة الخارجية لكؤوس الحلمات. تمام، برافو، إذن إجابة صحيحة. يجب تجنب وجود أي أمراض معدية أو جروح في يد الحلاب. كل الأسئلة دي حساسة جدا، دايما بنركز فيها، وخلي بالك معايا فيها، إن هو لازم الحلاب ما يكونش لابس أي خواتم أو جروح في يد الحلاب. إذن إجابتك صحيحة. أعزائي، لو جينا مع بعضنا ولخصنا، احنا كنا بنتكلم في ايه النهاردة؟ اتكلمنا عن در اللبن ثم افراز اللبن، وتطرقنا الى عملية الحلب والعناية باللبن. قلنا في عندي نوعين، في الحلب اليدوي وفي الحلب الآلي. الحلب اليدوي بيستخدم فيه اكثر من طريقة، في طريقة القبض على الحلمة، في طريقة التنسيل بالنسبة لما يكون الحلمات صغيرة، ثم طريقة العقد ما يكون الحلمات كبيرة. الحلب الآلي تطرقنا إلى جزئين فيه، قلنا في وحدات حلب آلي متنقلة، دي بتنتقل خارج المزرعة يعني أرض المزرعة على الطبيعة، وفي وحدات حلب آلي ثابتة اللي هي المحالب المحلية أو المحالب الموجودة الثابتة في داخل المزرعة. إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن ايه هي اللي احنا بنراعيه عشان اقدر انتج برضو لبن صحي نظيف، وهل هناك عوامل بتؤثر على تركيب اللبن بالنسبة لي او على تكوين اللبن، او بالنسبة على كمية انتاج اللبن للحيوان. ان شاء الله دي اللي هنشوفها في الحلقة القادمة. اعزائي، وصلنا مع بعض الى نهاية هذه الحلقة، على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة، متمنيا لكم دوام التقدم والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.